مشاهدينا نحييكم من جديد. الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد، خلينا يعني في يعني لازم اشوف رؤيتك للحكومه والمجلس النواب. خلينا نبدا بمجلس النواب، يعني هل انت راضي عن اداء مجلس النواب؟ لا خالص. يعني اولا في اول الحوار انا كنت قلت لك ان مش بالضروره ان الانتخابات يكون حصادها كله جيد. وانا متفق معاك، لان الانتخابات في هناك بعض الاسلحه التي يتم استخدامها. لا يعني هناك نفر غير قليل في مجلس الشعب، يعني ايه، يعتبر عار على المجلس، واعتقد ان الاعلام انهم ارتكبوا وقائع، مش عاوز اقول جرائم، في حق مواطنين وفي حق البلد ما كان يجب ان تحدث. وكلها يعني نزعات شخصيه، واعتقد انك انت في برنامجك ده تعرضت لنماذج منهم يعني. بالاضافه الى عدم الوعي يعني بالمهمه الاساسيه للعضو، عضو مجلس الشعب ده مجلس تشريعي، ولازم يكون عنده وعي بقضايا البلد. يعني ما هيش وجاهة اجتماعية، انما عضو مجلس الشعب ده لابد ان يكون له دور فعال في خدمة الوطن يعني. لكن هذا لا يمنع ان هناك اعضاء نابهين وشايلين هم البلد فوق رؤوسهم موجودين يعني. لكن الاداء في مجمله يعني غير مرضي يعني. الاهتمام المجلس بالقضايا الأساسية التي تؤثر في المجتمع وتؤثر في الناس وتؤثر في مشاكل البلد ما هيش موجودة، إنما كل الانصراف إلى القضايا، مش عاوز أقول إيه، خليني أقول لفظ مهذب، القضايا الصغيرة ده كويس. بعيدا عن القضايا الكبيرة يعني. بعيدا عن القضايا الكبيرة. طب الحكومة، تقييمك لأداء الحكومة أيضا؟ هي حكومة يعني إيه، ماشية جنب الحيط، ما تقدرش تقول أكتر من كده يعني. ماشي يعني حكومة يعني من إزاز. يعني أي لطة تكسرها، لكن الحمد لله ماشية يعني بتدير الأعمال يعني. لكن ما هيش حكومة مثلا تنهض، ما هيش حكومة ناهضة، ما هيش حكومة إنجازات كبيرة يعني، مش ده مش موجود. طيب.